اهلا بكم يا اصحابي. دلوقتي البالون هيخونا ويطير في مغامره جديده، ما يحيى وكنوز بسينو عن الالعاب الرياضيه في كيمت. يلا بينا نشوف. مالكم بس يا ولاد من الصبح وانتوا عمالين تضايقوا بعض؟ يا سينو دلوقتي انا فزت في مسابقه السباحه في النادي، والسباحه يعني عضلات قويه ونفس طويل. وانا يا سينو انضميت لفريق كره السله لان المدرب شايفني موهوبه، والموهوبه الناس بتحبها اكتر. مين قال ان لازم حد فينا يكون احسن من التاني يا اولاد؟ القوه شيء عظيم، لكن قوه من غير عقل ممكن تضيع صاحبها وتخلي كل الناس تكرهه، وموهبه من غير طموح مستحيل تخليك تحققي اي نتيجه في المستقبل يا كنوز. انضمامك للفريق لوحده مش كفاية، لازم تثبتي نفسك وتبقي لاعبة مميزة. انتوا عارفين ان نفسي اتعلم ايه لما اكبر؟ ايه يا يحيى؟ نفسي اتعلم العب شطرنج. وايه هي فكرة اللعبة دي؟ اللعبة اللي بيتكلم عنها يحيى عبارة عن قطعة خشب متقسمة لمربعات متساوية، وعليها مجموعة من القطع اللي بتتحرك حركات بيقوم بيها اللي بيلعبه لحد ما لاعب منهم يسبق التاني بحركة ويقدر يكسب. تعرفوا يا أولاد إن في لعبة في مصر القديمة قريبة قوي من اللعبة دي، لعبة السنت. لعبة مارسها الملوك وشعب كيمت، وليها صور على جدران أماكن دفن بعض الملوك والملكات. طيب المصريين القدماء عرفوا ألعاب رياضية تانية يا سينو؟ ألعاب كتير يا يحيى. عرفوا مثلاً يعني اللعبة اللي انت بطل فيها. الله، كانوا بيلعبوا سباحة؟ أكيد في نهر النيل وفي البحيرات كمان، وبعض الأمراء عملوا حمامات تشبه كده حمامات السباحة الحديثة في قصورهم. ومن الألعاب الرياضية اللي كانت برضو منتشرة في كيمت هي لعبة المصارعة. علماء الآثار اكتشفوا أقدم مدرسة لتعليم المصارعة في منطقة بني حسن بمحافظة المنيا. والبنات برضو يا سينو كانوا بيلعبوا رياضة في كيمت؟ البنات والولاد كانوا زي بعض في التعليم والرياضة وكل حاجة تقريباً يا كنوز. ومن الألعاب اللي كان المصريين القدماء مميزين فيها هي الرماية. وبرضو عمل مسابقات للرماية؟ مش كده، الرماية ما كانتش مجرد رياضة وبس، الرماية كانت إعداد قوي للشباب عشان يخدموا جيش كيمت في حملاته العسكرية. مرة أستاذ عصام في حصة التاريخ قال لي فعلاً إن الرماية كانت رياضة مهمة عند المصريين القدماء، وإن في لوحة للملك أمنحتب الثاني وهو ماسك القوس وقدامه هدف للرماية وقدر ينشن عليه بالظبط. طبعاً، لأن اللي هيتعلم الرماية وألعاب تانية كتير هيكون جندي قوي قادر يدافع عن بلاده. الألعاب التانية ممكن تبقى ركوب الخيل، صح يا سينو؟ ركوب الخيل ورمي الرمح اللي كان له مسابقات قوية جداً لإظهار القوة والمهارة. احكولي شوية بقى يا أولاد عن الألعاب في العصر الحديث، بس مش الألعاب اللي يحيى بيلعبها على الجهاز السحري اللي دايماً قاعد قدامه هناك ده. أنا عاوز الألعاب اللي فيها منافسات حقيقية على أرض الواقع. كتير قوي يا سينو، دلوقتي في كرة القدم وفي الكاراتيه والكونغ فو. خلاص، أنا هشوف لي أي رياضة من دول وهلعبها، وروني بقى مين فيكم اللي هيكسبني. رحلة سعيدة. وبعد ما شفتوا حكاية النهاردة قولوا لي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة قوي. طيب وإيه الألعاب الرياضية اللي بتحبوا تلعبوها أو تتفرجوا عليها؟ أنا بحب الكرة قوي. أنا بحب أتفرج على ماتشات التنس. لازم تكونوا عارفين إن المصريين القدماء ما اهتموش بس بالألعاب الرياضية، اهتموا بحاجات كتير زي الغنى والعزف والآلات الموسيقية، زي مثلاً آلة الهرب. وبكده يا أصحابي تكون خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.